يتمتهم ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في مدينة تتعرض لحرب شرسة وحصار غير مسبوق منذ عام كامل. 400 طفل فقدوا آباءهم، وأضعف أضعافهم يتهددهم المصير نفسه، لم يجدوا من يواسيهم أو يخفف عنهم مرارة اليتم وقساوة الحياة. الحملة الشعبية اليمنية لشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بادرت إلى رسم الابتسامة في وجوه هؤلاء الأطفال. أقمنا في الحملة الشعبية اليمنية شكرا سلمان هذه الفعالية التي تضمنت هدية رمزية باسم الشعب اليمني للمئات من أطفال الشهداء. كما نرسل باقات الشكر وأكاليل الامتنان إلى ملك الخير خادم الحرمين الشريفين وللتحالف العربي الذي هب لنكدة اليمن من الغرق في وحل الانقلاب الذي رمى بنفسه في حوض إيران. الأطفال الأيتام الذين فقدوا آباءهم في الدفاع عن كرامة اليمن والجزيرة العربية من المد الفارسي لم يجدون سوى تقديم الشكر لمن وقف معهم ودعمهم وأشعرهم بحنان الأبوة. معاناة كبيرة تعيشها مدينة تعز وأطفالها في ظل تجاهل الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، فيما يدعو المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين ممتدة للتخفيف من هذه المعاناة. شهداء قضوا في سبيل الوطن وتحرير الأمة، وأجيال قادمون يرسمون الابتسامة ويحمون الوطن ويحررون الأمة. محمد الحذيفي لبرنامج المشهد اليمني من مدينة تعز.